بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشك برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر خود حسكتن ام دي چند خلاك قادس سر برنامكي بيجين كو تيكليا چاكو صالحا مروف تيكليا يعني وام بكت قادي چوابتن الدفما يعني اسلامتي دا ما بصرمانا كامروف چبكتن الفيري قلا جرا قصيار تين كرني اد بشتي سيدا اس مروفت باش نابينم اس نظام دي تيكليا كيكم هندك مروفت باشت هين بس يد ديرن ان اس ناس ناكم ان يعني ام اس نشم يعني على اساس بيت هندك هابن اس بچم قل دا مروف بابا مروفكي باش الفيري افا قلك يا بزحمتا و افا نتشتكي جوهري أساسية كمروف فندك مروفا ناس بكت يد باش و بشد يلوانا بلكي نممكن بتن وإنما بيت مروف بخوا جنجها كي تشيكت جنجها كا صالح جنجها كا يبكرهاتي يا باش بتن يا كمروفي والمروفي بكتن أف جنجها يعني مروف ببت مروفا كي تشاك مروفا كي صالح مروفا كي بكرهاتي مروفا بتن بكر دنيا وآخرت خابت مروفا بتن يعني بكر خابت الدنيا دا ام دي چوا وی چیکین چونکی بلکی گلک مروف چون گل گلک باشا و هر باش نبینه هندک چون گل گلک مرو یعنی دفیت خراب جی هر خراب نبینه معنوی نه اساس اویا کو گاوا مروف هندک باش دیتن مروف دی باش بتن و هندک خراب دیتن مروف دی خراب بتن بس الویری اگر امسح کینی لازم ام بخو جنگه کی چیکین او جنگه چوانه او جهه ی چاکو صالح یکو مروی منتب کسی نبتن مرو بخواب خواب گهورد بخواب خواب چی ببتن باش هبن و نبن خراب هبن و نبن تأثیر المروی نبتن اویا کو مروف گلک السر باشا و چاکا بخوینتن خوندنکا یا برفره تو چوا خوینه یعنی نمعنه خوندنه کتیبا وکتو او مروی بزاند بخوینت ده خوینتن بزاندن کتیبا بخوینت ده خوینت بس اوی نزاند ده چکتن يعني مروف ام چبكين لازم ام سر يعني كوانا جيانا خوشاوا بريفت بر اين اوجي وكي ما بين بوشي او دباش بين و اوانا تشيان و النجاح و سركتن تقينا و بوشي ام نشين ده ام سحكين وانا ده ام بخوشاوا لبكين سركيشي وانا اش همية مصطره پیغمبر خوده يا صرافت خوده سر بن كوانبر خوده پیغمبري كا پیغمبري چوابي ام جيانا پیغمبري بخوينين وكي امت خين جياناوي الجل بجين كبيغمبري چوابي جل صحابيت خا چوا تجارت تكر چوا الجلوانوبي چوا يعني بابي چوا عيال خدان تكر ظلام بي چوا يعني هفجينت خا خدان تكرن تعامل جلك الجلوانا كا چوا تكر بري بيغمبراتيه بيغمبري چوابي صلاوت خود سربن وكي تجارتك تجارتويا چوابي بيغمبر چوات نفست چوا خارنت خار چوا رات بي الجل حقيه پیغمبري چاو بصلافت خود سربن پشتگیری او باشی او یا حقيه یا راستیه پیغمبري چاو پشتگیری او یتکر دجمناهیه خرابیه او نیاری الجل خرابیه پیغمبري چاو تر صلافت خود سربن ام حیات پیغمبري بخوینین دائم بخو جنگه کی چیکین جنگه کا چی گرهاتی او یا صالح تاثیر المنابتن و هكر يعني مروف تشاك بدس مروفي نكفن هما اوايا شميا تشاكتري اوايا يعني ام بجين ديال پیغمبري صلافت خود السربن يعني حياته ويبينن بش شافت خواه پیغمبر صلافت خود السربن نهما بس اخبار جي نقل كين والله پیغمبري هود كري و پیغمبري هوفتشو افشو لكر نا يعني رحمة پیغمبري كا شوابي ام جداوي رحمة الدفقة پيدا كين پیغمبر شوات رشد خواري پیغمبري شوات زادت خوار پیغمبر شوات نفست پیغمبری صلافت خود سربن وخوارن خوارن وخوارن دانستاندن رنشتن جیانا روجانا شف روش پیغمبری چواد بر صلافت خود سربن ام سروت چند بخوینین او ام دشین یعنی بخوا جنگه ها که چیکن یا کرهاتی یا باش اجبلی پیغمبری صلافت خود سربن نبسر پیغمبری بتنی و انما او مروف بدیف پیغمبری کتین اوان جیانا خوچوا بر رفت بر الجل مروفت كيرهاتي ومروفت صالح ام بجين امام عثمان خديجه الرازي بتنكي بيشت بريفت شو هنت عالمي حجت كر يعني تشتي مروفي تصور نتكري
خلکش نخوا پیشکشت کر بو امام عثمان خود جرازی بدن و کی پیغمبری بحثیت کر صلوات خود سربن ملائکت شرمجت کن امام عثمانی یعنی مروفت صالح و ید باش و کرم صحیح لقمان الحکیم اوی قرآن بحث کری و سورتی که قرآن هاتی خواری در حقاوی دا که قرآن شوا بحثیوی کره انوانتش تا یعنی بخوینین و ویجا طبعا یه بخوینتن یه دیتری مثلا یه گلت بتن ویگا وی گلک تشتیت هیم پر ریکت گلک یه بدیا ان بخوا وانتش تا کمکن حیات و جیانا مروفت باش و بجین الگلوانا که جیانا وانا شوا بی اگر امت راز بین گل جار بجن اس والله باشیه انزم ده تکلیا کی بکم تکلیا کی امت راز بین ام دی برای خود اینه ها دی جنگه ها کی بخواد چیکین اف جنگه ها والمبکتن اگر تو خ باشا نبینه جی تو مروه کی باش بی تو خرابا ببینه جی تکلیا هم بکی جی تأثیر التنبن ام بجن وکی ما گوتی بحثه وکی لقمان لقمانی گل اکت بجن پیغمبر صلوات خود سر پیغمبر آبن بس مروفك يا قرآن بحسي ويكري وشوى نصيحتي توي وشوى يعني زاني ناوي وشوى نشخل كده وبهم فرهياوي جيانا خواه شوى بريفت بر أفجي دي بت سببك أم بجي يعني طبعا جل باشا وكي ما بحسي كي كري بحسي پيغمبري كري صلاة خود السربن جيانا پيغمبري بخينين جيانا صحابيتي بخينين جيانا تابعيا اول دیف یعنی صحابی دیتیم پیغمبر ندیتی صلوات خود سربن جیانا عالمت و امتی امامت ما و کی وان علمایت هندک مزهندت مزن اش محدثه بگیرش مفسره بگیرش وان همیه جیانا خواهن چوا پریود بر چوا اف دست کفتیت مزن اف دست خواهت ای خستن چوا بخواتش تک چه کر بی تأثیر لی ند بی خرابیه ند شیه تأثیر لی بکتن و حوالت وی باشی بین و چوا يعني باشي بخشيت كر وخرابيجي تشيا تأثير اللي بكن وكي آيات قرآن هكا هين باش بقن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ضرر وان مروفان نائت ريكاوة هي نشن ضرر اللي بكن أو تشي هكا هين سر ريكا هدايات بن و أو يتسردا شوي بن أو نشن تأثير اللي بكن نقطة دي تريكو أحتى أم بخا يعني جهكي تشيكين كو أمتدت صالح بين وأمتدت باش بين و جيانا كدرست بريفا بين ام الجل اخرت بجين ام جل او تشتي الاخرت تقوما بو باشا و بو خرابا دي برا خد قرآن شوا بحسي بحشتي كرا شوا بحسي جهنمي كرا شوا بحسي باشا كرا ميدان حشري دا اتقبري دا شوا بحسي خرابا كرا دي سات ميدان حشري دا القبري دا البرميزاني السر جسري كوت سر جهنمي رابشتن وخلك البحشتي جوانا وخلك الجهنمي دا جوانا افن اخباراجي بخوا كوم بكين واختما افا كوم كر افا ما جنجها بخوا كوم كر ام دي ان بارستني اگر چو باش جنابن وخرابي المنائد كرني هكا امت ناف خرابي دابن وام دي وكي خود حسكتن دي هند جالك مثال سر اينين كوم مروفك ايت جهكي جالكي باش دا بس باشي فايدة ناكرا ومروفه که جهه که گله که خراب ده وی خرابیه ضرر لی نکره اوهی فاشل بید جهه که باش ده و اوهی ناجح بی یه سرکتنه که مزنه بدست خواه اینای و خودی متحتوانات کرین الجهه که خراب اذن ام سحکن یعنی آخرتی بوشی اف مروفه ده بوشی ده خلچ جهنمی بوشی ده شم بحشتی بوشی هندک ده خوشیه دابن بوشی ده هندک نخوشیه دابن اوان احوالا بخوینین که ده چپ سره مروفیت اوهی گهداری خودی بکتن دي چب سري ايتن و اوه نگوه داريا خودب كتن دي چب سري ايتن دنیا امد بینن رب العالمين ات كتشف و ات كتروش وصايا بچي كي مازنت كتو مازنت مرينتن و ايت مهنده كت مرن هنده كي ساخت بن اوهش گهورينت رب العالمين ان روجانا بل كيب ساعتا بل كيب دقيقا بل كيب ثانيا وكي علماء ات بجن ات روجي ات ثانيا كا ساعت دا صادو بينجي خانا شلاش مروفيت مرن و صادو بينجي مليون خانا صادو بينجي مليون خانا اتلاش مروفيت مرن و صادو بينجي مليون خانا اتلاش مروفيت جاركا دي ساخت بن ات ثانيا كدا معناوية سي صد مليون خانا اشلاش مروفيت مرن ثانيا كا ساعت دا شولي رب العالمين قهورينا امسحكين كاني ام بجن وكي وان مروفا قبل اخرت جي هر وكيل اخرتي هي الدنيا ايضا بس وصيت انت بش شافت خواه وصيت زانتن وصيت خواه حاضر كري بو في اخرتي تو دي بيجي اتناف دا
پیغمبری صلوات خود سر بن روزا کی صلوات صحابیه کی خاکر گوتی تو چوا بی افروکت چوا افروکت تبی سپیده گوتی یا رسول الله از خدان ایمانم باور یکم کوم نی هيا پیغمبر خودی گوتی تو چوا هر تشت کی علامت کی هی علامت ایمانت چیه تو چوا وی اخفتنت بیجی تا چه دلیل پهنه گوتی یا رسول الله یا پیغمبر خودی از بره خودم آخرت جیم الجل آخرت هر وکی ازت بحشتی دا و از سحت کم بحشتی و خوشیت وی و نعمت وی هر وکی از پیت حسم خوشیت بحشتی اش بر هندش مرقا وی بحشتی دا از عبادت کم و گهداری یا خودت کم و جیان خو از پاقشت کم اصلا نوستم و از بره خودم جهنمی كو هكر انسان بشت جهنمي دي بوشي تشت جهنمي يعني بش جهنماتيت بش جاويت من و كا شوى عالمت صوجتن و شوى اقربي مظنة و كا شوانا هر وكي ازل دف يال بش جاويت من اش كيفا في بحشتي دا اش ترصا في جهنمي دا شويدي از من عبادتي كري افروكجي ازي بروجيما انا پیغمبري صلاة خود السربن قوتي عرفت فالزم تاقرت يعني تازاني تبسر هلبيه بخبر گره اج دست در نکفتن ایدن ام جل اخرتی بجی ام بینیم پیش جاوید خواه وقتی انسان بمرتن کاده باش چی ات سری الاخرتی و که خراب ده چی ات سری الاخرتی ام سحکین دل خواه اف دل رب العالمین بما چه کری گلی گهورین اتکفنی نه او کسی سری که باشی بشت خلاص ازی باشم نه دل بجنه قلب قلبت عربي دا قلبان دنج في رخيب والرخي دي بوشت بجن دلي اوه پارچه بجنه قلب چكو تيت گهوريني بلا اوه خراب نبجتن خلاص ازي بهي في من نخير كاچوا دلتا بو خرابي هات گهوريني وصا احتمالا تو جاركا دي دلتا قصدا باشي بكتن بيت گهوريني باش ببتن و كاچوا دلتا يه باش بي پشت راس نبا وإنما هشياري في دليبة كأفدلجي دي قلب دي يعني احتمال خراب ببتن إذن أحوال الدلي أمنهما دلي خبره بدين دنياي وهاش آخرته نمينين قلك مروف يتهين بس يسر سببه بجيت بس يبري خد دي بش أكر أسبابها أكر مباره هبن خلاص مشكلت مدى حلبن أكر صحتا ميا خوش بتم صحتك باش بدس خواه إخست خلاص أزو إيش وألم دي جدا دي جدير بين خد البيراوينينا لازم أم الظروف تخا ولبكين وأم بري خب دين أسباب بجهبكين وبشتهين جيج شبكين اعتماد بنسى رب العالمين خب هيلم بي فياوي ويا ربي توي يا ربي شو لا شي بتياكري يا شي نبي تحسنا كرا أو تحسكر دي شي بتن أو تحسنا كر شي نابتن إذا الفيري دائما دائما أم يعني بري خب دين وضع إخوة وحالات إخوة وأم بجين القلبة شندي أم دشنيكا عند جهد صالح ويد باج بينين ودي تشاكو صالحة جبيني وداتو تشاف لبكي وداتو بخوا يعني ببن قدوة ما قال جارة أجر مروف جلوان تشاكو صالحة بجيتن مروف دي بري خدتي طبعا بلكي تمرينة شميجي تشوين وند حاضرن بس هم يخطي يلبش شافت مروفي هم يختل بيش شافت مروفي وكي مروف تعاملك الجل ايكت كتن دي بيجي ساخة وصايب حسيويت كن قلت مروفكي بسيارش مروفكي كر كوراكي بنخيفتا كيفا بي قلت برا خدا سي تحاضرن قلت هين چم برانا قلت ام بينجي قلت باني السياد بينم كهردو كدي قلت اف هردو قبرتها او جبرايت ما بي بري ميت شوين امجد الجل يعني ساخي ومرن جيك جدا ناكرا وسط مرنت جهتن ووسط ساخيت جهتن هر وكي أفيت هات ساخ وأفيت مريجي هادي وكي وانا بريفاشن قلت أم بنج برانا دو يتمرين أفاسي أمت حاضرين دو ديجي يتمرين أم بنج برانا هو صدى جاليك دنيا وآخرات جيك وانا كتن وكي إبرا خبت چوا في الشيا أفا يتخينتن يا هو صانا أفي معلومات وزانين يتكوم كرين ويا محاولات يتخب جنجينتن الجلفي شندي بجيتن دائما يعني ام وكي جنجها كهو صبخة شيكين تدبيني مروفت صالح ويتشاك بدس مروفي كتن مروفت خراب ضرر نشن زيان المروفي بكن
اگر هم قصتا موسى پیغمبر بخینین صلافت خود سربن قومی ویكا چوابید گوتی اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون هر تو رب خوش شری بکن امد الویرر نخاره و کاد دی چلید هکه هم سرکتن امجده کیفا ما ایتو بلکه امدین هاری و هکه هین شکستن جی مشول شوانینه اذهب انت هر تو رب خوا و ربک اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون امد الویرر نشتین امنو انگلوه اوه تو هندکی دیجی بخوین اصحابیت پیغمبری صلافت خود سربن وکی پیغمبری گوتی صحابیت خواه شر بدری گوتی من عهدا دای و عهدا بوم دای کوهین دفاع و براوانیش مبکن و جوی دینی بکن بست مدینه دا ابرو که امن المدینه نه هین چد بیجن صحابیه که گوتی یا رسول الله هر وکی تو اشارتا که دیمه که امده چکین گوتی بله گوتی والله تو بری مبده بحری امده الگلتا بین توی هاتی و تا ایمانا بوما اینای تا امش کفری و ضلالت خلاص کرین اما کی بنی اسرائیل یا نابین اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون ام دی بجن اذهب انت و ربک فقاتلا انا معکما مقاتلون هرتو ربی خو ام جل جلوه اذن بری اگر انسان یعنی حسا بری خبدتی و دیف اهوائت خبری و نشتن والديف دلي خواب ريفاناشة والجل جل أهلي شاكو صالحة بدي هو صابتا أجر إنسان أفيناكة دي أو إتساري بني إسرائيلي دي إتساري مروبي أو هاتي ساري بني إسرائيلي وأجر موفي بكي تجي أو صحابية بيغنبري قوتي صلافت خود السربن أو دي إتركا مروبي أو هاتي ركا صحابية بيغنبري صلافت خود السربن إذن أمد لازم بخوا جهتكي تشيكين بيئتكي تشيكين كو أمت دا بجين بيئتك صالح بت درمان تخوا پاقش بکن، هوال تخوا پاقش بکن، بجین الجل الاخرته، عالمه که الدیف خلکه نچین و که آیات قرآن رجا قیامت بجتن کافره، ما سلککم فی سقر، و خیره این هاتین جهنمه، قالو پیگ و دی بجن، لم نکو من المصلین، ام الدنیای دا، ام نش نویش کرابین، و لم نکو نطعیم المسکین، و ام نش مروفت باش و چاک و صالح بین، که حتی ما رحم بخلکه ببرو ما خوارن دابا فقیر و جاره، وكنا نخوض مع الخائضين ام الجلهند كابين هر ريبارك هبا هر جهك هبا ما كارد داي ما هزرا دو مهيكي نكن وكنا نكذب بيوم الدين ومدقوت الرجا قيامتينين حتى اتانا اليقين حتى بما يقين مرن هاتي شنيك بما ها اذا اينا سري اذا اينا سري ما امش برفيش هندي تاتين جهنمي ذن فان احوالا برو بخينة وبخا تشيكة وده الشياربة يعني مروفت باش تكلي وهفالي يوان بكتن ومروفت خرابجي خجب دت باش بوشي چنكي دي الزرارة وانجهت مروفي وفايدة مروفي ناكت بس بنياتي خد كا باش الكيرينا هكي از بسر هل بيم از اتشم قصة باشاكم هكي ابسر هل نابيم جي بهم اجي وكي في الدنياي بل ما جهنم تيرا هم يا هيا نا ام دي بجي يا ربي تأميد داين وتباشي جيا داي تخرابي جيهي يا ربي هاري كاري مبا ام قصة باشي بكين رب العالمين دي باشي برسقي مكتن دي ما بارزتن دي هوالد باش پيدا كت بوما دي هزرو بيرد باش بوما پيدا كتن دي والمكتن ام پاراستي بين اذا الفيري تي كلياما جل باشا و جل صالحا و سركيش هميا پیغمبري خود صرافت خود سربن و احوالت رجا قيامت بين پش شفت خواه اود جنگها كي بوما چيكتن يا صالح و يا باش و دي والمكتن كو امد پاراستي بي وما صحبتا سرفيشن دي هش يا مايكو حتى امرو بخجها كي چيكتن جنجها كصالح ان شاء الله تخلقا بيدا ام دي تمام كرني ديني وحتى خلقك دي رب العالم جل مهاميا بتن ما بارزتن اجبلا ومصيبت الدنيا جنجها كباقج وبجنبو ما چيكتن وما بكت هوالت شاكا وحشرم الجل اهل شاكي بيت كرني سركيش هميا بيغمبري خدي بالصلاة خد السربن عبد الريس بيب تشين ديوانا رب العالميني خلاتش هميا مصدر برسقي مبكتن ما بكتت بحشتا خدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته